Alright, we are live. Hello, مرحبا جميعا. مرحبا دكتور فاطمة. أهلا وسهلا فيك على بلاتفورم سيرة. We have the honor and the pleasure to, يعني for me to co-host with you tonight ونسمع منك معلومات و insight و expertise على topic كتير كتير مهم لكل يلي عم بيحضرونا يلي هو صحتنا العقلية وكيف نضل نحافظ على الكاباسيتيز المنتل كاباسيتيز تبعنا نحن وعم نكبر. ف welcome doctor, it's a pleasure and an honor. لكل يلي عم بيسمعونا وعم بيحضرونا لأول مرة, نحن اليوم رح نقضي مع دكتور فاطمة ساعة ونص من الوقت. دكتور فاطمة is an occupational therapist, so she's a doctor بهالمجال. هلأ بتعرف فيها عن حالها بعد شوي بطريقة أحسن, بس رح تكون معنا كمان على بلاتفورم سيرة, يعني تطلع معنا بمواضيع كتير خاصة بالبرين وبالبرين بلاستيسيتي وكيف نحافظ على صحة دماغنا. كمان نحن يلي جديد معنا رح نقضي تقريبا 45 minutes to 50 minutes بهالراوند تيبل مثل ما عم تحضرونا. نحن we are broadcasting live, so هلا عم تقشعونا live ومناخد أسئلة through chat, فبليز don't hesitate, يعني لازم تتواصلوا معنا through chat. وفي question mark tab, علامة استفهام, تكتبوا أسئلتكم هونيك, وعندكم option لأنه نحن عم نسجل طما يطلع اسمكم. إذا ما بدكم يبين اسمكم بالتسجيل أنه عم تسألوا سؤال معين, في option أنكم تسألوا سؤالكم anonymously. So please be careful when you're asking your question, حطوا علامة ask anonymously إذا ما بتحبوا اسمكم يبين بالتسجيل. فهالسيشن فيكم ترجعوا تحضروها, كمان رح تكون على البلاتفورم على اليوتيوب تبعنا موجودة, فيكم ترجعوا لها كمان. هيدا تقريبا 45 ل 50 دقيقة رح نقضيه بالراوند تيبل. من بعدها مننقل على شيء اسمه رومز, رح نفسر لكم باخر الحديث كيف ننقل على رومز. هلا على المنيو, على المنيو قدامكم اذا كبستوا كبسه مكتوب عليها رومز ما رح تلاقوا روم, بس بعد 45 minutes بنخلق نحن روم, بننقل كلنا عليها, بنكبس على روم بنصير نشوفها بننقل كلنا عليها. بقلب روم نحن ما بنسجل, ففيكم تسالوا اسئلتكم, فيكم تطلعوا على الكاميرا تحكونا through the microphone, وكمان فيكم تسالوا اسئلتكم بالتشات اذا بترتاحوا انه تسالوا anonymously. كمان الاسئله تبعكم, وفيكم ما تسالوا بس كمان تسمعوا, هيك بنستفيد من خبرات بعض وبنحكي مع دكتور فاطمه بموضوعنا بتفاصيل اكثر, بتشاركونا خبراتكم ومشاكلكم اذا عندكم حيلا مشاكل. So, يعني ساعة ونص من الوقت رح نقضيه سوا. دكتور فاطمة, أنا يعني this is all from my end. الكلام رح أتركه لإلك. آخر شغلة بدي أقول لك إياها إنه في كتير ناس اليوم عم تحضرنا, في كتير ناس كانت ناطرة هيدي السيشن, وفي ناس الحلو إنه قاعدة مع أهلها كمان تنسمع كلنا منك. How can we grow older while at the same time maintaining our brain health? But thank you so much for your time and your expertise. My pleasure. Thank you, Sandra, for the introduction. حياتاً, it's my pleasure إنه أنا هلأ اليوم معكم بهالحلقة اللي حتكون أنا متأكدة مميزة كتير لأنه بتأثر فينا كلياتنا. هلأ مبدئياً هيك briefly about me, أنا فليت من هالبلد وقت اللي كنت صغيرة, فليت على أمريكا وتعلمت بأمريكا اختصاص اللي أنا بحبه كتير, اللي عندي شغف فيه كتير, واللي هو لما بقدمه عن جد من قلبي, وبعتقد هذا سر نجاحي خاصة مع الالدرلي كلاينتس, يعني هن اللي هن كبار السن, علما أن أنا كمان بشتغل مع الأولاد الصغار, بس it doesn't matter لأنه لما عم نحكي عن دماغنا you will see, يعني نحن لازم نهتم فيه من نحن وصغار لحديت بتضل هي continuation لحديت ما نصير بعمر أكبر. فدرست الoccupational therapy بأمريكا مثل ما قلت لكم, رجعت على لبنان بعد ما تجوزت حدا لبناني وhere I am, فما حنحكي أكتر من هيك على هذا الموضوع, خلينا نفوت دغري على موضوعنا اليوم.
فأنا بتشكركم لكل اللي عم يحضرونا، وحقيقة يعني أنا بتمنى إنه أنا متأكدة إنه كل واحد منكم حياخد معلومة تستفيدوا منها لإلكم شخصياً وللناس اللي بتحبوها، أمكم بيكم your loved ones يعني. أوكي، كنت هلا أنا قررت أحكي بالإنجليزي but it seems إنه رح أحكي بالعربي بعتقد، so بنشوف كيف تزبط الأمور للكل يستفيدوا. فموضوعنا هو عن حقيقة كيف نحن نقدر نحافظ على قدراتنا الذهنية، عن الدماغ تبعنا، لأنه هو حتشوفه من أهم العناصر اللي الله عطانا إياها. أوكي، هلا مبدئياً لألكم أنا يعني هذا الموضوع كتير كتير بيعني لي لألي شخصياً، وأنا يعني عامل محاضرات كتير بهذا الموضوع، وبتمنى أنه هذه تكون كبداية، لأنه هو هذا موضوع كتير كتير كبير حقيقة. يعني أنا اليوم ما حأتطرق لموضوع الألزايمرز، موضوع اللي له بعلاقة بجست الألزايمرز. نحن اليوم حنحكي عن يعني in general terms أنه كيف نحن نقدر نحافظ على قدراتنا الذهنية بعمر معين، يعني بعد سن معين، ولحتى نوصل كيف نقدر نساعد أهلينا لما كمان هني عم يتقدموا بالعمر. فأول شغلة يعني سبب من الأسباب أنه أنا عندي إذا بدكم شيء شخصي، أنا ليش بحبوا هذا الموضوع، لأنه بعد ما صار يعني تخطيت 40 سنة، مش من زمان طبعاً، تخطيت 40 سنة وعرفت أنه هذا الموضوع جداً جداً مهم. سو من الشغلة اللي أنا بعيشها كل يوم، أوكي، وبالأخص لأني عايشة ببلد في كتير صعوبات، في كتير ستريس، في الحياة يعني كتير متنوعة، حتى ما نستعمل كلمة تانية أو ترم تاني. كمان سبب من الأسباب هو لأنه هيدا موضوع الذاكرة، موضوع انه انا كيف عم فكر وعقلاتي بضلني مشتتة، يعني على طول هيدا الموضوع بيتداول وقت بكون انا مع زملائي بسهره بعشاء من مع الكوليجز. يعني سو موضوع الذكرى على طول، وموضوع انه شو عم بيصير بعقلاتنا او بفكرنا بالاحرى، موجود مع بكل الاوقات. اوكي، بنرجع كمان السبب الثالث هو لانه انا بشتغل مع ناس عند يعني اوريدي عندهم دايجنوستس الزهايمرز او مالد كوجنيتيف امبيرمنت. وانا بقول لكم العمر بيختلف، يعني ما تفتكروا انه والله اللي بيصير عنده الزهايمرز بيكون عمره 80 او ما فوق. لا، نحن بنشوف، انا شخصيا بشتغل مع اشخاص حتى اعمارهم اصغر بكثير، يعني عم نحكي يمكن بالاربعينات، في بعض الحالات يمكن بالثلاثينات تصوروا. سو موضوع جدا جدا مهم، ولازم ما بقى هيك نحكي عنه بالخفيف اتليست بمجتمعاتنا العربيه. اوكي، فمن هون انا حسيت انه كثير مهم نسلط الضوء على هيدا الموضوع. اوكي، هلا you know, so بعد ما اعطيتكم هالمقدمه فيكم تاخذوا فكره عن انه طيب شو هي هيدي يعني ليش هالقد نحن بنحكي بموضوع الايجينج. طبعا اذا كنت عم بعمل هيدا الشيء شخصي انا وياكم، كنت بقلكم بسالكم يعني كل واحد منكم اذا سالت شو بتحسوا لما بعطيكم كلمه كبر بالسن او حدا كبير بالعمر، دائما بيطلع الجواب اكثر الاوقات شغلات نيجاتيف للاسف، يعني شغلات اللي لها علاقه انه تقدم بالعمر، يعني ما بقى في قوم بهيدا المهام، يعني تقاعد، يعني شاب شعراته او شعراتها، يعني ينو القصص اللي هي نيجاتيف. اوكي، اجمالا، بس انا حفرجيكم اليوم انه لا، ما لازم يكون هيك، خاصه بعصرنا اليوم، لانه في كتير شغلات نحن نقدر نعملها بعمر عبكير لحتى لما نوصل بعمر بعد التقاعد نكون نحن مستعدين وقردي حضرنا الأرضية لكيف بدنا نعيش حياتنا right healthy بطريقة positive أكثر etc. بحب ذكركم شغلة إنه للي عنده أولاد صغار، أنتوا كتير بتركزوا على إنه كيف تحفزوا أولادكم، بتشغلوا لهم دماغهم لحتى يتعلموا right ويتقدموا ويمشوا بهاي البروسيس تبع learning. نفس الشيء لما نكبر بالسن. اوكي، سو
بعتقد كتار منكم سمعينا هيدي العبارة You are as old as you feel. أنا بستعملها كل الوقت أوكي وأكشلي بذكر حالي مرات فيها يعني مع هموم الدنيا وهلأ راحت الكهرباء وركدت لحتى إجي على سو عنا كتير استرس بحياتنا بس مع هيدا وكله لازم دايما نعمل هيك checks and balances لازم دايما نجرب نلاقي هيدا التوازن كلنا بنطلع عن الخط شوي اللي هو بنبطل متوازنين ولكن كثير مهم انه نرجع على هيدا التوازن هلا حنشوف كيف يعني وشو قصدي بالتوازن سو حقيقه انا اللي بدي اياكم تتذكروه انه من هالعباره هاي لانه تغيرت المعطيات لانه نحن صرنا بعصر التكنولوجي صح صارت كتير تغيرت الأيام يعني قليل ما نلاقي حدا تيتا أو جده منهم ماسكين الآيباد وعم بيعملوا يمكن some scrolling أوكي أو إذا ما عم نلاقيهم عم بيعملوا هيك لازم نخليهم يتعلموا كيف يتأقلموا مع التكنولوجي لأنه التكنولوجي مع كبار السن ومع اللي تقدموا شوي بالعمر كتير كتير حتفيدهم بعكس الصغار الصغار ما بنيهم كتير على التكنولوجي okay. So again balances هلأ حطيت هون كم نقطة about research تصوروا أنه لقوا وكتير في أبحاث يعني when you do Google search عن أي موضوع له علاقة بالelderly old age okay والresearch اللي طالع بتلاقوا إنه في tons and tons of research okay وهذا الresearch كله بيدل بيصب بمحل واحد إنه كل ما نحن اشتغلنا على حالنا بأي عمر okay طبعا حاعطيكم هول التفاصيل بعد شوي كل ما نحن حنكون حنتقدم بالعمر بطريقة صحية أكتر ومناسبة أكتر so هون Recent studies have found older people with positive view on aging were 44% more likely to fully recover after severe disability than those with negative views on aging. وأنا بقلكن عندي يعني personal experience with this with my own mom. My own mom struggled with mental illness. We did not really, يعني كان في lots of struggles with this. ما عرفنا till later on we thought انه هو طبعا هيك معلما انه انا as a therapist جربت اقدم حلول وهيك بس لانه كنت عايشة بلبنان وما بروح الا back and forth often يعني منه often enough هذا الموضوع كان كتير صعب علي بس انا بقلكم لما يكون في ومن كتير من الكلاينتس اصلا الخطة العلاجية بتفرق حقيقة من الشخص اللي هو جاي بالموتيفيشن وبالبوزيتيفيتي انه انا بدي صير منيح بتفرق 100% هون عم بيعطونا 44% بس أنا معي تفرق كتير بالأشخاص اللي هن منهم آمنين باللي عم بيعمل منهم مرتاحين نفسيا يعني في كتير عوامل obviously بس هيدا research موجود ومعروف وفي كتير هالأنواع من الريسيرش موجودة فهولي خليهم ببالكم as we talk about هالكابل سلايدز اللي حنمشي فيهم okay So, شو يعني healthy aging؟ هلا أنا شوي شوي حفوتكم بكيف أنا عم فكر وشو عشو عم نحكي، okay؟ So, في شيء اسمه healthy aging believe it or not، okay؟ أنا قلت لكم إنه كلمة aging بدنا نغير لها المفاهيم تبعها، صح؟ ما بدنا نفكر إنه هيدا الترم هو شيء negative، it's something positive. So في كتير terminology بيستعملوها لتعني تقريبا نفس الشيء فلما نحكي بنقول healthy aging يمكن إذا بتقري يمكن بمحلات بعض الارتيكلز بيقولوا لك بيكتبوا productive aging active aging successful aging كلهم إذا لاحظتوا though positive terms right associated مع الaging هيدي really اللي أنا النقطة اللي بدي إياكم تخلوها ببالكم نحن عم نحكي بسياق الحديث وشغلي كمان مهمة إنه healthy aging really بيعتمد على كل واحد منا it's an individual choice or choices نحن بناخذهم بالحياة okay هلا again انا يعني من الامور اللي بعرفها واللي عايشتها انتبهوا انا ما مش بس اللي درسته انا اللي عايشته مع ما البيشنتس تبعولي اللي مع حياتي البيرسونال لايف كلهم هولي خبرات جمعتها وعم بحكي من واقع الحياة نحن كل واحد منا عنده هيدا الخيار ليلاقي ويلاحظ هيدا البالانس اوكي
كل واحد منا. So, فخلوا هذا الشيء ببالكم مع كل يمكن الصعوبات اللي كل واحد منا أكيد بمر فيها كل يوم بيومه، ولكن خلينا نذكر إنه في خيارات نحن فينا ناخدها، خيارات أصح، خيارات healthier إذا بدكم. أوكي. وكمان لحتى نوصل لهول لهيدا الشيء يعني اللي هو اسمه healthy aging أو التقدم بالسن، اللي هو انتبهوا أجان بعد عمر الأربعين، أنا ما عم بحكي على عمر الوقت اللي مصيرنا بالسبعينات والثمانينات، علما أنه هلأ سبعينات this is still young بعصرنا الحالي. أوكي. كله حسب نحن كيف منفهم هيدا الموضوع. alright. Excuse me. So, إذا بدنا نفكر كمان بهذا الموضوع كطريقة حياة أو نمط حياة، نحن عم نعرف إنه إذا لقينا هذا التوازن وإذا أخذنا هول الخيارات، معناته نحن حيكون عنا better health، يعني صحتنا النفس الجسدية حتكون أحسن، صحتنا النفسية أكيد حتكون أحسن وحنشوف كيف. وطبعاً overall well-being، يعني أنا بقدر ساعتها، هذه معناتها بقدر كافح وبقدر جابه وبقدر to face يعني whatever problems عم بعيشها كل يوم بيومه. وأجان يعني أنا عايشة هيدا الوضع بهيدا البلد، سو عم خلي هيدا الشيء ببالي حتى ما أكون عم بتفلسف بشيء منه واقعي. أوكي. وما في شك إنه هيدا الشيء كمان إذا نحنا أخذنا هول الخيارات المضبوطة بالنسبة لصحتنا النفسية العقلية، نحن طبعاً اليوم موجهين للصحة العقلية، بس إني حقيقةً هني أدوار ومهام لازم نلعبهم equally. أوكي. هيدا الشيء طبعاً حيمنع الديزيز بروسس. في شغلات مضبوط نحن يمكن ما فينا نتفاديها كتير لأنه it was inherited، يعني نحن أهالينا passed it on لنا بالوراثة. في كتير قصص يمكن نحن ما فينا نتحكم فيها، ولكن بأكد لكم علمياً إذا أنا كنت عم بعيش نمط حياة صحي أكتر، أكيد هل لما بيصير عندي مرض معين بقدر كافح هذا المرض بطريقة أفضل. أوكي. والشغل النقطة كمان أساسية بخليكم بديكم تخلوها ببالكم هي قصة الكوميونيتي. نحن لنقدر ننجح بهالخطة اللي هي إنه نقدر نعيش بطريقة نمط حياة صحي أكتر، كمان بيتعلق بالبيئة اللي نحن عايشينها. ومثل ما الكل بيعرف هون نمط حياتنا نحن بلبنان أو بالبلاد العربية كتير منركز على 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 الـ على الكوميونتي، بمعنى هالسوشيال أسبكت من الكوميونتي. أوكي. فهول كلهم أمور جدا جدا مهمين. أوكي. هلأ المنظمة الصحة العالمية World Health Organization كمان عطت إذا بدكم تعريف شو يعني healthy aging or عن هذا موضوع ال aging بالتحديد. وقالت هيدي المنظمة العالمية للصحة إنه active aging هي process. أوكي. يعني شيء متطور. أوكي. يعني ما بيبلش بمحل وبيخلص على طول، فيها تغيير وفيها تقدم، وهي هذه الـ process of optimizing opportunities for health، يعني نعطي فرص لنحن نكون healthy. وهوني أنا I highlighted participation security. هولي طبعاً السيكوريتي أكيد هو لازم كنت أنا أعملها highlight، لأنه إحنا عايشين ببلد يمكن كمان دائماً في قصة السيكوريتي is a question mark، ولكن نحن so resilient بهيدا البلد إنه منعرف كيف نعمل adaptability بالنسبة للسيكوريتي وضعنا، يعني على كيف نقدر نتعايش ونتكيف بالوضع اللي مرات كتير سيء. كله هيدا لحتى يكون عنا good quality of life. So هني النقطتين بدي اياكم تخلوهم ببالكم لبعدين. Participation يعني نحن نكون بالعربي participation يعني يكون فعليا عم منقوم بمهام مطلوب منا. هيدا المهام اللي عم نقوم فيه حيكون بيحسن لنا بحياتنا especially as we age. اكيد هيدا كله طبعا بده يبدا بمحل، وضروري تعرفوا انه بيبدا بالدماغ.
اوكي، وبيبدا بالدماغ لانه هو الاساس. الدماغ هو الكمبيوتر، هو هذا الهاردوير وكل شيء ثاني اللي بيجمع المعلومات، وهو اللي بياخذ هالمعلومه. طبعا نحن اوريدي بنخلق وعندنا الكومبارتمنتس الموجود اللي لازم تكون موجوده، صح؟ فكيف منفعل هول المناطق المختلفه تبع الدماغ من early on، اوكي، من نحن وبصغرنا. أكيد هلأ لحنا عم نركز على المرحلة العمرية اللي هي أنا حطيت لحتى نكون واضحين، فئة العمرية من 40 وما بعد، أوكي، يعني هم بعدنا كتير صغار، أوكي، بس هيدا الفئة العمرية، هيدا البوينت هو starting point، إنه نحنا ننتبه أكتر إنه الدماغ كتير أساسي ولازم يكون أساسي، وهو هيدا الموضوع، هو هيدا الأورجن، هو هيدا العضو اللي لازم عن جد ننتبه عليه ونحافظ عليه ونعرف كيف نعمل له stimulation، لأنه هو اللي مسؤول عن الأحاسيس تبعنا، عن أفكارنا، عن كل شيء تاني منقوم فيه. أوكي؟ so, فبيستاهل ولازم نحافظ عليه. كل حياتنا أصلاً هو الدماغ، حتشوفه أنه الدماغ ما انه والله في نقطه اكتمل الدماغ وخلص، وبالاخص الابحاث اللي عم بتصير من اللي ابتدت من اكثر من 30 سنه لحديت اليوم وعم بتكمل، تعرفوا بالنيوروساينس، وهلا كل التوجه على كيف نحن فينا نقدر نفهم هالعضو هيدا اللي بعدنا انجأ فهمانين كيف بتتم العمليه، كيف نحن بنتعلم لغات، كيف نحن بنحكي، كيف نحن بنفكر وما هنالك. اوكي، So هون عم نفوت أكتر وأكتر بالدماغ، بس لحتى كمان أعطيكم نبذة عن أهمية هيدا هالأورجن، هيدا هالعضو هيدا. فهو هني كان يقولوا your brain is a muscle، it really is not a muscle، فينا نطلع فيه as an organ، بس كمان إذا بدنا نشبه شوي إنه لازم، لأنه مصل لازم نشغله. إذا هيدا الشيء بخليكم تفكروا أكتر بهيدا الطريقة، so be it، ما عنا مشكلة. So بس من أكثر الأعضاء معقدة هي الدماغ، وشايفين هيدي الصورة هون نموذج صغير عن كيف هالكنكشنز الموجودة. شيء بيخوف، شيء رهيب، بس شيء رائع جدا جدا جدا، وبعدنا we barely يعني scratch the surface على هالشيء هيدا اللي ربنا عطانا إياه، اللي جدا مهم ولازم نحافظ عليه ونحسن فيه، مش بس نحافظ عليه. هلأ طبعاً هو الدماغ اللي بيعطينا القدرة على أنه نحكي، على أنه نتصور. Imagination، how do you imagine؟ يعني أنا عندي clients little ones و older ones، مرات كتير مشكلتهم أنهم إذا بقلهم تصوروا أنه هيدي السيارة إجت من منطقة لنقول الأشرفية، راحت على نزلت على بيروت، أخذت، قل لي كيف أخذت هيدا الطريق، ما بيقدروا يتصوروا. طب ليه؟ أوكي؟ So, يعني عم بعطيكم نموذج كتير كتير صغير وبسيط وسيمبل جدا، بس كل هيدي العملية بتصير بالدماغ، كيف نحنا to process هالinformation هاي. طبعا هي كتير معقدة لأنه إلها تفاصيل كتير، أي part من الدماغ نحنا عم نشغل، عم نفعل لنقدر نطلع هالمعلومة etc. منحب دماغنا مش بقلبنا really، أوكي، منحل المشاكل بالدماغ as well and so on. ومثل ما قلت لكم هولي هيدول الوايرز هن كتير كتير دلكت، أي خلل بأي واير ببطل الواحد يقدر يحكي، يمكن يقدر يحرك إيده، يقدر يحرك إجره، يقدر يقوم يمشي etc. أوكي، so اللي منيح ذو نحن منعرف كمان إنه الدماغ عنده قدرة إنه to هيك in a way to rewire. So هيدي شغلة كتير مهمة. وقت اللي بيشتغل مع patients عملوا جلطة دماغية، هيدا أساس شغلي أنا بركز على كيف رجع وظائف الدماغ، مش إلها علاقة كيف بدي حرك لهم إيدهم ترجع تتحرك، كون عم بشتغل with the brain and mind، بدي دماغي يفكر هيدي الإيد كيف كانت تتحرك قبل، خلينا نشوف الإيد اللي منا مأثرة كيف تتحرك، وخلي التاني اللي مأثرة تابع مثل بعضه. اوكي، سو فهيدي يعني برهان كتير كمان مهم
للي ما مقتنعين بعد قديش مهم هالدماغ هيدا، وبعدنا مبلشين يعني بالموضوع. في كمان انا حطيت انه لازم نحن نقدر نشتغل نحفز على نشغل منطقتين من الدماغ، اوكي، يعني اليمين والشمال. هلا علما انه عندنا كثير مناطق، بس انا دائما بقول لهم بقسم الدماغ قسمين، كل شيء موجود هون وكل شيء موجود هون، بدي اياهم يحكوا مع بعضهم. يعني انا مجرد ما هلا عم باشر بايدي عم بعمل هيك، دماغ اليمين والشمال لازم يحكوا مع بعضهم. اذا ما بيحكوا مع بعضهم ما بقدر اعمل هيدا الشيء، اوكي. سو يعني اجان هيدي ببساطه. سو وفي تمارين كتير يعني احنا بنشتغل بنشتغل عليها لحتى نقوي the different parts of the brain. بس هيدا يعني نموذج صغير انه اي واحد منا بيقدر يعمل كذا تمرين حتى بالبيت لحتى يضلوا عم بيشغل الدماغ بطريقة فعالة. أصلاً لحتى أعمل هيك وهيك أو هيك وهيك أو مشط شعراتي أو whatever بدي أو أمسك القنينة وأشرب، دماغي بدي يعطي الأوردر، أوكي، بدي تبلش هون إنه أنا حأعمل هيك، أوكي. So هيدا 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 الدماغ هو اللي جداً جداً مهم ولازم نحافظ عليه ونشغله، أوكي. وكل ما كنا نحنا عم منشغل المناطق المختلفة من الدماغ كل ما حنكون فلكسبل أكتر وشاربر أكتر. هلا أنا قلت لكم هيك few fun facts كتير بحبهم أنا هول الفن facts، أوكي. أنا كنت حقولهم بالإنجليزي بس حشوف كيف بالعربي بقدر I think I can explain it، يعني in case حدا حتكون أسهل عليهم بالعربي. بديكم تعرفوا إنه هيدا الدماغ هو شيء يعني أنجا كيلو وشوي، أوكي، هالقد، ولكن مفعوله كتير 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 كبير. تصوروا هول النيرف سيلز وهالنيورونز اللي كنا عم نحكي عنهم وهالوايرينج، في عنا شيء فوق ال 100 بليون اوف ذم، اوكي. وتصوروا ان عنا 100,000 مايل بس هلا يعني مايلز يعني بدكم تفكروا قد ايه بالكيلومترز، اوكي، فيك تطلعيها ساندرا اذا بدك اذا حدا بيسال. بس اماجن هالقد في بلاد فيسلز موجوده لتحافظ على الدماغ وتغذي للدماغ، اوكي. كمان شغله كثير انترستينج لازم تعرفوا انه the brain runs on electricity. اخ بدنا كهرباء، ما عندنا كهرباء بهالبلد، ولكن دماغنا بيقدر يولد كهرباء تقريبا enough to light a 25 watt bulb. سو اذا حطينا كذا دماغ مع بعضه نقدر نشغل ونفعل a lot of things, right? هي هيدي النقطة behind it. شغلة تانية، the brain طبعا عنده the ability to create new connectivities. So هول ال connectivities، هول ال connections هن اللي حيخلوا the brain يشتغل بطريقة أفضل. One of my favorites اللي حطتها على هيدي slide هو إنه your eyeballs، okay، هن extension really من ال السنتر طبعاً هو ورا، أوكي، بس هني they're actually attached to your brain. So معناته ليش هيدي مهمة؟ معناته أنا لما عم بشوف وعم يعني a lot of people بيمشوا بس حتى بيسوقوا بيقطعوا الكورنيش بيكون في كتير ورد وشجر وتفاصيل. أنا متأكدة لأنه بعمل هيدا التمرين a lot، ثلاث أرباعهم ما بينتبهوا عشو قطعوا شو شافوا، يتعنى نظر. ليه؟ لأنه أنا ما بكون انتبهت على هول الأساس. هلأ طبعاً في أسباب، بس إجمالاً عيوننا ونظرنا هو لازم كمان هبة من الشغلات اللي كتير كتير مهمة ولازم نستعملهم لأنه كتير بيساعدونا بالانتباه بالتركيز and so on. Okay. I hope it's interesting so far. Okay. هلأ كمان some more facts حابة إنكم أنتوا تعرفوها أكيد. يعني هلأ أنا قد ما بقلكن على أهمية blood circulation للدماغ يمكن تكون عم بأثر، لأنه هيدي إذا بدكن عم بتمهد الطريق ليش مهم نعمل القصص اللي لازم نعملها. فkeep in mind، خلوا بالكن إنه كل ما كان عندي circulation يعني الدماغ عم بياخد دم وأكسجين منيح كل ما بيكون أحسن لدماغي. وبعتقد كلنا بنعرف هيدا الشيء وبنقدر نقدر هيدا الشيء، أوكي، ولكن نحن دماغ بحاجة لكمية كتير كبيرة من هيدا الموضوع، وهيدا الشيء بيصير تلقائيا، ولكن نحن
مع العمر ضروري نقوي هيدا الشيء ونزيد من هيدا الشيء. كيف؟ هنشوف بعد شوي. اوكي هلا، وكل ما فكرنا كل ما نستعمل اكسجين اكثر، صح؟ يعني لانه بحاجه، لانه عم نشغل المناطق المختلفه تبع الدماغ. اوكي يعني نحن لما نكون عم ناكل جوعانين بدنا ناكل، طبعا بيروح كثير بلاد سبلاي على وين؟ على معدتنا لحتى تشغلها. سو البلاد سبلاي كثير مهم. فنحن عم نفكر دماغنا بحاجه لهالبلاد سبلاي ليضلوا عم يفكر مزبوط ونقدر نعمل شيء حسابي بشيء بالماثماتكس، او بدي اقدر رد على المسجز تبعولي، ركز على موفي عم بحضره اللي يمكن 2 اور موفيز. في كثير ناس ما بيقدر يركزوا على ساعتين موفي او ما بيتذكروا نص الموفي، ومش عم بحكي عن ناس كبار بالسن، اوكي عم بحكي يمكن اعمار حتى مش كثير متقدمه. كمان نحن كل مرة إذا عم نتذكر شيء، يعني عم نجبر دماغنا ليتذكر، عم نكون نحن عم نعمل هيك إذا بدكم ثوت جديد. ليه؟ لأنه هالممري اللي قطعت لنقول من سنة لورا، أوكي، تغيرت كتير المعطيات. فدماغي عم بفكر بهلأ أنا شو عم بحس، ودماغي هلأ عم بيقول عم بحس إنه طيب عم بجرب اتذكر انا مين كان معي بوقتها، عم بتذكر التفاصيل، شو اكلت، شو عملت، شو لبست، شو whatever. اوكي سو هولي جدا كمان مهمين، ولما بنعمل تريننج نعتمد على هيدي الميموري ريكول اذا بدكم كتكنيك، اوكي، لحتى نشغل that part of the brain. واخر نقطه هون بهيدي الفان فاكس، قلت كثير مهمه انه كمان to keep it in mind، في studies انعملت كثير عن الومن، لانه الومن in particular نحن we go through menopause من we go through a lot of changes، يعني في كثير تغييرات هرمونال. ف هول الابحاث بينوا انه الناس الومن، النساء اللي كانوا كتير active physically كانوا 90% most likely إنه ما حيكون عندهم dementia أو مشاكل بالذاكرة. أوكي يعني أقل بكتير 90% is a large number من الأشخاص اللي moderately fit. تصوروا هلا، طبعاً that doesn't mean إنه اللي بيعملوا رياضة، يعني هاي دول بعض الأبحاث، مش معناته إنه هاي this is really written in stone but it's something to keep in mind. معناته نحنا لازم نعول على موضوع ال physical activity. okay so هون بما إنه بلشنا نحكي كتير عن الدماغ وعلى يعني قديش مهم هال organ هيدا، قلت لكم إنه okay فينا نفكر فيه إنه هو كمصل. okay it's an organ، بس خلينا نقول هو فردا مصل، ويعني عضل، عضلة. معناته أنا إذا ما شغلته وما شغلت هالعضلة، ونحن عنا تصور في عنا كذا بارت لازم نشغله، معناته أنا بدي بلش فكر بطريقة أكتر استراتيجيكال وبطريقة أكتر ستراكشرال. يعني شيء مش إنه والله هيك والله إذا خطر عبالي بروح بمشي بالطبيعة، بكل ما أطلع جبل كل شهر مرة بطلع. That's not what we're talking about. That's not brain fitness. So brain fitness actually في experts بالfield of neuroscience شغلتهم وعملتهم إلهم عم يعني كل وقتهم مخصص ومكرس ليشتغلوا على هاي المواضيع ويعملوا أبحاث عن أهمية البرين فتنس وشو يعني برين فتنس وكيف نحن فينا نحسن. هلا بنفس الوقت it's a money maker، يعني كل هالأبليكيشنز اللي عم بيطلعوا they make money. A lot of them work, but not all of them work. And I will share with you some of the ones I use and some of the ones بقلن my clients use. So بغض النظر إذا بدنا نفكر كيف بدنا نحافظ على صحتنا العقلية، بدنا نفكر بهالطريقة إنه في شيء اسمه brain fitness. يعني كيف بدنا نقدر نحنا نشغل دماغنا بطريقة healthy أكتر، بطريقة عم نعمل رياضة إذا بدنا. Okay. هلا كمان هون نحن بنعرف من الابحاث اللي عم تنعمل كل الوقت انه الدماغ اللي بنعرفه هلا عن الدماغ ما كنا نعرفه قبل، انه الدماغ كثير فلكسبل. شو يعني فلكسبل؟ مش معناته انه انا في حركه هيك، لا، معناته انا بقدر اذا شغلته للدماغ معناته بقدر حفزه، بقدر خلي the different parts of the brain يتعلم شيء جديد.
That's what it means being plastic, you know, brain plasticity, being flexible. Okay, plastic مش يعني هو بلاستيك, معناته هو لين. لين بمعنى انه بقدر دخل له معلومات مثل ما بدخل على الكمبيوتر وبحفظها للكمبيوتر, بس هون عم زيد اكثر بكثير انه انا فيها emotions وفيها actions وفيها جسم تابع لهيدا الراس, اوكي, لهيدا الدماغ. سو معناته انا فيه يكون فعال اكثر بكثير من اذا عم بحكي كمبيوتر. اوكي, سو هيدا الشيء اللي بنقول له brain fitness, معناته نحن عم نحكي training, عم نحكي انه لازم يكون شيء regular وشيء consistent. يعني again مش انه والله بعمل مرة كل مدري قدي, that is not fitness anymore. Okay, هيدا صار casual, you know, activity. إذا بدكم شغلة كتير مهمة يمكن قلتها already بطريقة مختلفة, ولكن we are not stuck with the brain we have. أبدا, نحن فينا نعدل ونغير ونعمل new learning و new connections at any point, at any age. You can look it up وتشوفوا هول الأشخاص اللي عم بيركضوا مدري كم قدي بيعملوا ماراثونز, أوكي, واللي بيعملوا سكوبا دايفينج, ولا هول إكستريمز. أنا ما عم بقولكم يعني not, it's not for everyone, بس فينا نبلش من اليوم. We don't have to wait. بالعكس, كل ما نطرنا كل ما عم نأذي حالنا لأنه عم نأخر حالنا دماغيا. أوكي, اللي لازم تعرفوه انه again الوظائف تبع الدماغ تتغير حسب انا شو عم دخل, حسب انا شو عم بعمل. اوكي, ومثل ما قلت لكم انه كل ما كان في experience جديدة, يعني ابسط الامور من الشغلات اللي بقولها لكلاينتس تبعولي انه, وانا بعملها by the way, انا كلنا بنتعود انه نروح على من بيتنا اذا بعدنا عم نشتغل من بيتنا لشغلنا, this is my route, وكتير بكون مرتاحه انه انا هيدي الطريق اللي باخذها كل يوم كل يوم. اذا بغير مره بالاسبوع, اوكي, الطريق اللي انا بروح فيها, already my brain has to work, لانه بده ينتبه اكثر انه انا هيدي الطريق يمكن جديده ماني حافظتها مزبوط, فيها اشارات مختلفه, فيها قصص ثانيه, etc. يعني هيدي ابسط الامور. اوكي, وفي طبعا قصص كتير تانية, بس يعني من الشغلات اللي فينا like I said من اليوم نحنا نعملها. وكمان موضوع الدماغ انه كتير متعلق باللايف ستايل تبعنا. يعني هيدي انا عم جرب ابني لكم الارضية انه اقنعكم انه ليش لازم نعمل هيدا التغيير. اوكي, سو وليش ما بقى ننطر, ان كان لقلنا نحنا بعمرنا أصغر شوي, أنه أنا أكبر من 40 بنتفة, أو حتى لأهالينا, أهالينا اللي هني بعضهم يمكن in their 60s or 70s أو whatever عمرهم. أوكي, وآخر نقطة بموضوع البرين فتنس, كتير مهم أنه كون عم بستعمل حواسي كلها. حتشوفوا نحنا ما عنا بس خمس حواس, نحنا عنا سبعة documented ومعروفين, ولكن هلا في حاسه ثامنه, ما عم نحكي عن التلباثي هير, عم نحكي حواس, اكشوال حواس. يعني عندنا حاسه اللمس وحاسه الشم والنظر والسمع, رايت, والتيست, عندنا حاسه التوازن. هيدي حاسه مهمه جدا جدا جدا, خلوها ببالكم لانه حنحكي عن هذا الموضوع. وعندنا حاسه المعرفه الجسد وين, ايه, يعني انا هلا كيف بعرف انه انا قاعده على هالكرسي ومني بالبيت وقاعدة عم بحكي معكم؟ يعني طبعا أنا واعي وعندي الإدراك, بس ما بفكر أنه أنا قاعدة على هالكرسي إجري وين. أوريدي دماغي خبرني وعارف أنه أنا سيف, إجري موجودين على الأرض. هلأ لأني عم بحكي بالموضوع حسيت فيهم, فكرت إجري وين, بس أنا بعرف إجري وين. أوكي, you understand. So هولي حواس كتير مهمين, ونحن عن جد أكتر الناس بياخدون for granted, ما مفكر فيهم أنه أنا بشوف, أنا بسمع. في كتير قصص مرات نحن we learn كيف نعمل shutting out. ما أسمع, ممكن تكونوا باجتماع ثلاث أشخاص واللي عم بيحكوا فيكم بكل سهولة تعملوا tune out, أو تسمعوا اللي وراكم شو عم بيحكوا, بس ممكن تسمعوا اللي معكم شو عم بيقولوا, whatever and so on. Okay, so حسب كل واحد again with situation. يمكن مقصد ما بدنا نسمع شو عم بيصير, نسمع على اللي الناس اللي قاعدين ورانا, I don't know. So
اوكي guidelines، شو هن الجايدلاينز؟ منهم صعبين، وانا متاكده كل الموجودين معنا اوكي وكل اللي حيسمعونا بعدين بيعرفوا انه هول النقاط مهمين، بس خلينا نشوف كل نقطه بنقطتها كيف فينا نشغلها وشو معناتها للدماغ. اوكي وفي كتير منظمات معروفه وبتشتغل على هيدي المواضيع وبتقدروا تقروا عنها وفيكم تروحوا وتعملوا your own research for your own search. انا بسطت لكم اياها وحقلكم النقاط الاهم منها لحتى هوفلي تقدروا تبلشوا من حد اليوم او بكره بالتفعيل هدول القصص. سو الجايدلاينز هن انه في عنا لازم نحن نهتم بالفيزيكال اكتيفيتي والفيزيكال اكسرسايز، وهلا بتشوفوا انا اي سيبريت ذا تو. المنتل هيلث يعني نحن صحتنا الجسديه عم نحكي، صحتنا النفسيه هول مهمين جدا للدماغ، عم نحكي عن دماغ ايه، عم نحكي عن اهميه كيف شو بناكل، عن الحالة الاجتماعية أوكي؟ عن نحن كيف فينا نحفز الدماغ بحد ذاته وشو لازم كمان نكون عم نعمل بقصة الهابيز والليجر اكتيفيتيز. أنا لاحظتها كولتشرالي لأني ربيت بأمريكا، هلأ يمكن صار في شوية تغيير لأنه الجنريشنز اللي أصغر يمكن بيهتموا أكتر بموضوع الهابيز، بس حقيقة يعني أهالينا لما يتقاعدوا كتير ببلش عندهم الأمراض، ببلش المشاكل النفسية الجسدية. ليه؟ لأنه بخفوا أصحابهم، لأنه أصحابهم كمان عندهم مشاكلهم يمكن الصحية والنفسية، بينزوا حالهم أكتر، بينشغلوا بولادهم وولاد أولادهم يمكن شوي، بس بطلوا مهتمين بحالهم وبيصيروا ما عندهم شيء ليقدروا يستعينوا فيه ليحسسوا انه هني بعضهم موجودين، انه هني مبسوطين. اوكي تركوا ما بيشتغلوا او بطلت a housewife يعني كبروا ولادها لست البيت، هلا هي شو بدها تعمل؟ طب ولادها مسافرين، تطبخ لها ولا جوزها؟ اوكي عملنا يمكن منمشي حالنا بالطبخ، طب بعدين بهال 24 ساعة انا اوكي نمت يمكن كم ساعة بس وين الكواليتي اوف لايف؟ هيدا اللي عم بحكي عنه انا. اوكي سو لاقدر اوصل لهيدا التوازن بدي اتبع هول الارشادات وهول هيدا الجايد لاينز ان جنرال. اوكي سو حنبدا بشغله مهمه، نحن وير جود وذ تايم يس. اوكي سو برين بودي كونكشن، فيزيكال اكسرسايز، خلينا نشوف كيف هالفيزيكال اكسرسايز ليش ريلي مهم للبرين. انا اوريدي قلت لكم انه موضوع السيركيليشن وكثير مهم انه يكون في هالبلود عم سيركيليتنج بالبرين واتسترا، بس انا كيف بدي اوصل لهيدي الشغله اذا قاعده كل الوقت عم بحضر تي في او قاعده سيدنتري يعني ما بتحرك كثير، بقوم على المطبخ بطبخ وبرجع. اجين بليز ما عم بقلل ابدا من هيدا الموضوع، ولكن عم بحكي وقائع. اوكي هيدي واقع الحياه، لانه عايشتها مع كثير من الكلاينتس، بيجوا لعندي كبار السن قاعدين، حتى انتبهوا the young ones اللي هن هلا they are parents for young children or teenagers they run around a little bit but sometimes في ناني بتلحق وراهم، the mom يمكن ادمنا تعبانه تقعد اكثر على التليفون على الايباد، we're not moving مثل قبل. بأكد لكم هيدا الشيء. أوكي بعد ما حكينا موضوع كوفيد I know إنه حنحكي بهذا الموضوع، سنتين من حياتنا or so راحوا هيك ما استفدنا منهم كتير إلا بشغلات بسيطة. الفيزيكال اكسرسايز اتذكروا دايما كانوا يقولوا is the fountain of youth، يعني هو هيدا الشيء الينبوع تبع الـ إنه نحن نحس بعدنا صغار. ليه؟ simple يعني أنا إذا بقدر عندي القدرة روح امشي على الكورنيش او حوالى بيتي اوكي او عم بروح على الجيم او عم بعمل وات ايفر تمارين بحب اعملها، هيدي ماي برين عم بيقول لي انه انت برافو بعدك ماكنه، يعني انت عضلاتك عم بيشتغلوا، ما هو الاوردر عم بيجي من الدماغ، يعني معناته دماغي مبسوط مني. اوكي سو وشوي شوي بصير بحس انه انا ام كيبل، يعني انا عندي القدره، يعني هيدي كمان لها علاقه بالانتاجيه إنتاجية الشخصية إذا بدكم. أوكي وتذكروا أجان ولا مرة تحسوا أنه إيه أنا كنت أعمل سبور بس ما كتير كنت أعمل سبور بس هلأ
ما بقى عندي وقت، ما لي خلق، تعبانه نفسيتي كتير، مش عم بقدر، بدي بجرب نهار مش عم برجع بقعد بالبيت، الدنيا شوب كتير. او ماي جاد، يعني في كتير في كتير كتير اسباب. ولسن انا بعيشهم مرات، ما بخبي عليكم، اتس سام تايمز اتس فيري هارد، بس وقت اللي بنعمل هيدا الفيزيكال اكسرسايز ما تتصوروا، اكيد اتحسنت المود تبعكم، اكيد حسيتوا في سيرج، في نشاط، اوكي، بتحسوا انه واو انا اليرت اكثر، اكيد في اليرتنس اكثر، اوكي. وهون عم نحكي نحن في جايد لاينز، اي حدا ممكن يسال عن الـ عن البرزنتيشن، يو كان هاف ات او فيكم تتواصلوا معي بعدين. الجايد لاينز هن انه بدنا 20 ل 30 دقيقه من الايروبيك اكسرسايز، يعني موفمنت اللي هي نون ستوب، هي هذا الهدف منه، نون ستوب موفمنت، عم تعملوا سبيسيفيك كايند اوف اكسرسايز وبتعلي لكم دقات قلبكم. اجين انا بفضل الاشخاص اللي بعمر اكبر او اللي لهم زمان ما عملوا رياضه، كثير مهم يتابعوا مع حدا اخصائي بهذا الموضوع، يعني فيزيكال ثيرابيست، فيزيكال ترينر. بليز دونت دو ات اون يور اون. هلا في كثير يوتيوب فيديوز على هذا الموضوع، الناس بحبوا مرات يعملوا هيدا الشيء كمان، يو كان، بس استشيروا حكيمكم ان كيس كان في اي نوع من الفيزيكال ايشو، مشاكل بالركب او بالقلب، وات ايفر، ضغط، مع انه كثير كثير الرياضه بتساعد الضغط كثير كثير مش شوي، اوكي. هلا سو اكشلي النقطتين اللي انا بدي ركز عليهم بهيدي الموضوع هو موضوع الباستشر والبالانس، كثير مهم لكم وبالاخص لاهاليكم، يعني انتم بلشوا بهذا الموضوع هلا، لانه بعد 10 سنين 20 سنه ان شاء الله بتتذكروا هذا الموضوع، اذا بلشتوا اليوم قديش حيكون في فرق بستامنا تبعكم. نحن كل ما نكبر بالسن، ولكن ما حنكون عم نقول هذا الموضوع هلا، لانه هل اوريدي الاشخاص، ما حكي عن صغار، بس كل ما في حدا ما بيقعد على التليفون وعلى الايباد هيك، وين ما بدكم روحوا شوفوا قاعدين رقبتكم لتحت والشولدر تبعكم هيك. سو الباستشر اللي هو لازم يكون ستريت ولازم يكون عم بيفتح القفص الصدري لحتى اتنفس، لانه النفس كتير منيح، النفس هو اللي حيخلي الاكسجين كمان تبع الاكسشينج للاكسجين بالرويه منيح، اللي هو حيساعد لي قلبي وحيساعد لي دماغي. سو اذا قعدت هيك ما حتنفس مزبوط، بدي اقعد بالباستشر تبعي اللي هو مزبوط. سو انتبهوا كيف عم تقعدوا، انتبهوا كيف عم بتكونوا بالبيت على اي كنبايه، اوكي. لما بنحكي بموضوع النوم حنحكي اكثر بتفاصيل موضوع النوم، وما لازم ننام بالتخت خلال النهار، اوكي. سو اكتبوا لي كثير بليز على الباستشر تبعكم، جدا جدا مهم باي عمر، وبالاخص as we get older. ليه؟ لانه ما نحن شوي شوي بنخسر هالمسل ماس، هالجود كواليتي اوف ماسلز، مزبوط، خاصه اذا كنا عم نهمل جسدنا. البون ستراكشر تبعنا بيتغير اذا كمان هملين البون ستراكشر تبعنا، سو هول كلهم حيخلونا عم نقشط على الارض اكثر لتحت، كيف حيغيروا الباستشر. بس يتغير الباستشر التوازن حيتاثر، ذاتس واي بيصير في كثير فولز، ياما بنلاقي ناس كبار بالعمر عم بيوقعوا بسهوله، ايه، لانه توازنهم كثير تغير وكثير اختلف. سو بكون تنتبهوا على هول النقطتين، جدا مهمين ينشغل عليهم ويتركز عليهم اكشن، لانه هولي كمان معناته انا لاقدر اعمل توازن، دماغي بدي يقول لي كيف لازم اتوازن، كيف بدي اوقف، كيف بدي وازن اجري، اوكي. هلا انا قلت لكم فاصل بين الفيزيكال اكسرسايز والفيزيكال اكتيفيتي. Okay, this is my father-in-law. He's already almost 90. God bless him. عمره تقريباً 87 سنة or so. غرامه الأرض. غرامه. هو كان يشتغل وتقاعد بس كل عمره بحب الأرض. وبعده لليوم هو الشغل الوحيد اللي بعتقد عم بتخليه متمسك بالحياة، لأنه خسر زوجته مش من زمان. وعم بتخليه إنه هو يضلوا عم بيشارك مع أولاده وأحفاده، هو الأرض،
حبه للأرض وأكشن إنه هي feels productive إنه عم بيروح على الأرض وعم بيشارك، علما إنه يمكن صار أكيد مرة ياما منخاف عليه دايما حدا معه لأنه منخاف يوقع، وقع كذا مرة لأنه الأرض منا stable بس مشان هيك أوكي. So بس شو ما كانت الأكتيفيتي كتير مهم إنه هذا الشخص يمارس هول الأكتيفيتيز. So أنا بدي أعمل تمارين رياضية لأنه لازم أقوي عضلاتي وأقوي البنية يعني العضلات والعظم تبعي لحتى دماغي يضلوا عم يشتغل مزبوط. الفيزيكال أكتيفيتي يعني هني هولي أي موفمنت هيدي أكسترا بعملها، بس هولي كلهم يعني نقدر نطلع على البسكليت إذا ستيشنري بايك، نعمل هايكينج أو نروح بالطبيعة، نعمل جاردنينج، نلعب حتى مع الجراند تشيلدرن، بس شيء بنعمله كونسيستنتلي أوكي. في كتير قصص يعني أنا بس حطيت هيك نموذج صغير، بس أي حركة بنعمل فيها أي شيء بتجيب لنا السعادة، هي هذه كمان أهميتها إنه بتجيب لنا السعادة إنه أنا عم بقدر شارك بالقصص اللي بحب شارك فيها أزول. الرياضة يمكن بحب يمكن لا، بس لازم شارك فيها أوكي. سو أنا بدي لازم أعمل اثنين. ننتقل لموضوع المنتل هيلث أند ذا برين أوكي. سو هون كتير مهم انكم تعرفوا actually كلنا بنعرف انه ستريس هو number one enemy للذاكرة. يعني ببساطة اي وقت منكون really stressed اول شغلة انا هلأ انعجقت ومدري شو، مننسى مفاتيحنا، مننسى وين حطينا السيارة، مننسى انه او منفل من البيت التليفون بقي بالبيت، مش لانه ذاكرتي تعبانة، لانه انا I'm stressed. So تذكروا ذو إذا هيدا ستريس عم بعيشه كل يوم كل يوم كل يوم، أو my loved one يعني أمي أو بي أو ستي أو جدي في ستريس كبير بحياتهم، معناته ذاكرتهم أكيد حتتأثر أكتر أكتر بكتير أوكي. So مهم إنه نخلي هيدا الكنترول على ستريس قد ما فينا بمحله، وما نطلعه برات هيدا الإطار اللي بيصير كتير عم بيأذي الشخص. بالنسبة يعني أجن على طول الصحة النفسية للدماغ، ما هو أنا كل ما كنت تعبانة نفسياً، وأنا هون ما عم بحكي عن الأشخاص اللي عندهم حالة نفسية مرضية، لأنه الحالة النفسية المرضية تتواكب بقصص تانية أوكي، ومنضلنا أكيد منشتغل بخطة علاجية للدماغ، بس مش هذا اللي عم نحكي فيه اليوم. عم نحكي نحنا your typical brain، بس عم نحكي على mental health. وأكتر موضوع بعتقد اليوم مأثر فينا نحن بلبنان هو موضوع الصحة النفسية. يعني بالنسبة للأهل اللي عتلانين هم أولادهم كيف بدي يبعتون على المدرسة، أكلهم شربهم ما بيلعبوا مع رفقاتهم etcetera etcetera right. عشنا على موضوع الكوفيد، عشنا سنتين وشوي انبسطنا بالبداية واو قاعدين بالبيت مع أولادنا، ما في حدا منا طبخ 20 طبخة وفتنا على المطبخ وعملنا كل القصص اللي كنا نحب نعملها، بس قدي ضاينت هيدي الشيء، ضاين جمعة جمعتين. بعدين لقينا انه اوكي قعدنا عم نحضر تي في، عم نلعب على الجيمز، بطلنا نحكي مع بعضنا، اولادنا ما عم يلعبوا مع حدا، صاروا isolated. طب وين اذا بدي وين انا عم فعل عم شغل دماغي؟ إيه والله يعني we have to work so hard. هلا الشاطرين اللي اشتغلوا على حالهم انه بالبيت، بس كتار ما عملوا هيك، اللي ضلوا يظهروا يعملوا سبور، اللي ضلوا يمكن يقدروا يروحوا يعملوا بالبيت قصص، يعملوا يوغا، ما I don't know. بس it was very very challenging، كتير كانت صعبة صراحة. So عم نلاقي هلا في كتير young people عم يجوا لعندي امهات لانه اولادهم يجوا لعنا عم يشكوا من موضوع الذاكرة، وفي relationship بين موضوع كوفيد والذاكرة، بس هيدا I think لازم نحكي فيه بطبق تاني لموضوع كتير كبير. هون نحن عم نحكي انه 6 to 10 minutes a day is enough to make changes. تصوروا يعني انا شخصيا عندي application for free نزلتها اسمها balance okay. Balance اي واحد can download it، وفيكم تعملوا 3 minute meditation الصبح، بتاخدوا بريك خلال النهار اي وقت عندي بفتحها بعمل يو نو، في حدا فينا نعمل guided meditation او just listening to holy specific music. اي شيء، ما في حدا منا ما معه تليفون اوكي. سو وات ايفر ات تيكس holy 6 اور 10 minutes holy ليه، لانه هو الوقت لإلي انا، ما حدا تاني عم بيضايقني، هيدا التركيز علي
ليه؟ لأنه أنا عم بشتغل على صحتي النفسية. I need to breathe. لازم اتنفس لأرجع أخذ طاقة، لأعرف كيف بدي أتعاطى بالأمور. ما بتحلل المشاكل، بعرف ما بتحل، ولكن كل يوم بعملهم هول حقدر أني أنا عالج المشاكل بطريقة فعالة أكتر، وتقدروا تساعدوا أصلاً you know your loved ones، أهلكم، أولادكم and so on. كثير عم بيكون في مشاكل زوجية، كثير في مشاكل everyone is stressed out، عم بيصير عيط على الأولاد، عم بيصير لأن الأهل they feel guilty. هيدي very vicious cycle. Okay, so keep it in mind. لازم تاخذوا وقت لألكم، تاخذوا هيك just private time 3 minutes 5 minutes whatever، بس لازم يكون كل يوم كل يوم كل يوم وقت لألكم أنتوا لحالكم. Okay، نعرف إنه إذا كان في كثير negativity ونيجاتيف ايموشن على يوم ورا يوم ورا يوم، اكيد حتتاثر، حيتاثر دماغنا. هيدي الرساله بيهايند كلياتها. نو واي انا حقدر ركز على اللي لازم ركز عليه، نو واي حقدر جمع المعلومات اللي لازم اكون عم جمعها، كان بشغلي او مع اولادي او مع عائلتي and so on. اوكي، mental well being is associated with reduced dementia risks. كمان كل ما نحن اشتغلنا على المنتل هيلث كل ما حيكون هيدا الشيء أحسن لإلنا. وأجين ما فيه to stress enough about the power of positive thinking. صدقوني يمكن هيدا من الشغلات اللي بتخليني أرجع علي راسي وكمل. أنا عايش الوضع مثلكم، كتير في stress بحياتنا. أنا اليوم فيه فل، أخذت القرار. في أيام بقلكم إيه يعني ما بخبي عليكم بقول بدي فل، بس أخذ القرار إنه أنا هون أو اللي عم بعمله worthwhile. Okay, so بس إذا ما بعتمد على هول التولز الصغار وارجع اعمل هيك ريبوت مثل ما بنعمل ريبوتينج للكمبيوتر، ما بيمشي الحال. We will not be able to maintain and sustain. ونحن ما عايشين لحالنا، عايشين مع اولادنا وعيالنا ورفقاتنا، بعدين نحن بنزهق من حالنا، نحن حنتعب من حالنا. So reach out for help. اذا انتم مش قادرين تعملوا هول الشيء، please reach out for help. في كتير ناس مختصه بهدول الامور بيقدروا يساعدوكم. وما ننسى ريلي اللي عم تعملوا سيرة حقيقة كبلاتفورم، هيدا الهدف behind it بعتقد يعني. So في عندكم a lot of ways to reach for help. Okay, we need to work together on this. Okay, taking some steps towards feeling better about yourself. Again, you have to find the right balance. إذا ما لقينا البالانس، listen، مرات حتكون التب لفوق مرات لتحت، دايما كلنا هيك. اوكي، وين ما بنروح، رح لك بامريكا نفس الشيء، no one is really feeling happy or and everything wow is amazing. كلنا عم نعاني nowadays for whatever reason. اوكي، عندنا struggles، عندنا stress، بس كل واحد على level تبعه. هيدا البالانس كثير مهم انه خليها هيك، اوكي، back and forth، لحتى نقدر نمشي بالمسار اللي هي حتكون تخلينا من هون لبعدين نقدر نكمل هالحياة اللي بدنا نعيشها. اوكي، وتذكروا انه هول الخطوات فيكم تبلشوا فيهم باي وقت باي عمر. اوكي، من الاساس اللي حتساعدكم ما في شك انه your sleep and waking up cycle جدا 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 مهمة. وفي كتير كتير أبحاث عن أهمية الدماغ، النوم للدماغ. النوم نحن طبعا كتار بيعتقدوا إنه الكبير بالسن لازم ينام بالنهار وياخد long naps ولازم ينام بكير وبيصير بعدين بفيق الساعة 3-4 ورجع. هلا في أشخاص ممرق الجين حالهم خلص مشوا على هيدا النمط، بس أنتوا انتبهوا، بلشوا هيدا النمط النوم والفيقة جدا مهم. يعني it's a cycle. So انتو يمكن كل واحد بيحتاج لنوع معين من كمية النوم. النقطة الأهمية والأساسية انه the quality of sleep، لأنه الشخص اللي ما بينام منيح، هيدي على كل الأعمار، ولادنا، نحن، أي شخص ما بينام منيح، ومرة على مرة منقوم عم نتخلق، ما عم نقدر نركز، ما فينا نقوم بالأعمال لازم نقوم فيها، كل وقتنا كل نهارنا بيتلخبط. We will not be productive. So we need to avoid that. لازم ننام نوم عميق. So لازم نعمل anything that will allow this to happen.
كل واحد عنده طريقته. هلا أنا I will share with you some of the techniques يعني، بس جدا هيدا مهم إنه نرجلج هيدا الموضوع. و remember you have to keep going, you have to stay on track. زحنا عن التراك نرجع منكمل. أوكي هلا about sleep، طبعا لأنه it's a cycle which changes with age. Early on بلشوا اشتغلوا على هيدا الموضوع. أوكي so من بكير حتى أهليكم اللي هلا أعمارهم 60 أو 70 أو بأي عمر، هلا اللي أكبر بالعمر ريلي حيكون أصعب. يعني إذا أوريدي هني بناموا على 8 وبيفيقوا على 4، لأنه أنا عم هيك بيعمل بنام بكير، إلا إذا كان في سهرة بيسهر، بس برضو بيقوم على الساعة 4 which means خلال النهار طاقته حتصغر، بيضطر ينام بعد الظهر وقت. So again يعني هو هيدا اللي لازم ننتبه له، إنه كيف نقدر نرجلج هيدول الأمور. النوم كتير مهم للدماغ ومهم للجسد. It's a extreme يعني الأبحاث اللي عم تطلع بتخوف قديه بتركز على أهمية حتى الإنتاجية بالنسبة للنوم. إذا ما نمنا دماغنا أوكي سو اللي نحنا بنعرفه نحنا كساينتس اللي بنعرفه على الدماغ إنه وقت اللي مننام ونمنا نوم عميق في هول الليتل وركرز بيظهروا أوكي بالدماغ، هن هول بيقضوا بينظفوا الدماغ، بمعنى إذا فيكم تتصوروا عم بينظفوا بيشيلوا كل الأوساخ، يعني هالسترس اللي كان بخلال النهار، هالخانقات اللي قطعتوا فيها whatever، هيدا كله دماغ بيتخلى عنه بيسحبه. يا بنشوفهم بالنوب إذا حلمنا وما قدرنا نفوت into really deep sleep بنحلم فيهم، but still دماغكم لما بتنيموه بينام، يعني ما بقى عم بيفكر، بيكون عم بينظف لحتى تقوموا تاني يوم refreshed start من أول وجديد. okay so extremely important. again النوم كتير، اللي عندهم inadequate sleep chronically يعني الأشخاص اللي ما بيناموا منيح بالليل كمان they are at risk for depression، بنخاف عليهم من الأمراض القلبية، بنخاف عليهم من الديمنشيا. okay هلا I think I need to go through these very quickly. يلا so nutrition and the brain كمان كلهم متواصلين مع بعض. انتو بتعرفوا لازم تاكلوا healthy. شو يعني healthy؟ ناكل أكتر more fish fruits and vegetables dark fruits اللي هن plums والberries. والقصص نحن we are blessed إنه عندنا كل هول القصص و they're organic they're natural لأنه كتار منا صرنا نزرع etc etc. so شغلتين بديكم تعرفوها إنه لازم خاصة كبار السن كتير بينسوا إنه يشربوا ولازم على طول يكونوا عم يشربوا مي. please make sure there's always hydrated بالأخص لما يكون في شوب، بس all year round make sure عم يشربوا وعم بيكونوا عندهم plenty of hydration أو عم يشربوا قصص تانية يعني هن بحق يعني whatever they like، بس مش شغلات غازية مش شغلات اللي منا صحية. water is the best. وشغلة كمان انتبهوا من الانفلاميشن. نحنا كمان إذا بناكل شغلات فيها كتير مواد حافظة بتفعل هالانفلاميشن اللي بتصير بالمفاصل وبالتشوز، سو هايدي حتسبب الأمراض. سو we need to eat healthier like I said more fish more vegetables and so on. social engagement بعتقد هيدي so natural لقلنا بالبلاد العربية وعنا بلبنان بالأخص. نحنا we are social beings كتير منحب هيدا الانتراكشن. it's very important لأنه بتخلينا نكون connected. هلأ اللي بيصير إنه نحنا when we are younger كتير منعتمد على أصحابنا ونظهر معهم ونحب نعمل هيدا الشيء، بس نكبر شوي شوي منصير ننشغل عن أصحابنا. please don't do that. كل ما كنا social active beings كل ما دماغنا حيكون عم بيشتغل بفعالية أكتر. ليه؟ لأنه we are going to be happier معناته نحنا مبسوطين أكتر، معناته هولي parts of the brain عم بيكونوا عم بيشتغلوا بطريقة حلوة أكتر. أنتوا حتحسوا نفسياً وجسدياً أحسن. ليه؟ لأنه most likely حتكونوا عم تعملوا interaction مع أصحابكم، عم تظهروا معهم، عم تعملوا كل هول القصص. so كتير كتير بعول على هيدا الموضوع. إذا أهليكم لقيتوهن شوي شوي عم ينزووا please be careful make sure بتلاقوا الوسائل إنهم هن يكونوا عم بيظهروا. رجعوا خلون يحكوا ياخذوا المبادرة يحكوا مع أصحابهم مع زملائهم مع جيرانهم يعملوها regularly.
اوكي سو نحن بنعرف كثير منيح انه كمان كل الابحاث بتقول انه السوشيال انجيجمنت is gonna help you to maintain thinking skills, right? So حتأخر إذا كان في أي نوع من المشاكل الدماغية. ليه؟ لأنه ما أنا لا أعمل conversation مع جارتي أو مع صاحبتي أو زميلتي زملائي، أنا بدي ضلني active بدماغي، عارفة شو عم بيصير، عم بفهم عليهم، عم بفهموا علي، عم نحكي، عم نتواصل، عم نحكي أحاديث جديدة، شو عم بيصير هون whatever، يعني في new learning، هي هيدي الهدف منه. اوكي والليجر اكتيفيتي اجين لازم يكون لها فاليو لكم. لما بنحكي عن الليجر يعني الهابيز، يعني شغلات اللي نحن بنحب نعملها، واجين حكينا عن السنسز رايت، حكينا انه وات ايفر وركس فور يو، انتوا بتقرروا شو الشغلات. يمكن كنتوا تحبوا ولا ترسموا او تعملوا بينتينج، ولانه انشغلتوا بالحياه وبعدتوا عن هذا الموضوع، ليه ما بترجعوا هلا بتجيبوا الكانفاس وبترجعوا انتم بتعلموا حالكم، او just paint for the heck of painting. اوكي بس كل ما عملتوا هالنوع من البارتيسيبيشن والانجيجمنت، كل ما حيكون المردود للدماغ اكثر واحسن بكثير. وهذا الشيء فيكون individually، يعني انتم بتعملوه لحالكم، بتحبوا تعملوا cooking group، فيكم تحبوا تعملوا رسم، بتحبوا whatever، شو بعرفني، whatever works for you but do it. اوكي لأنه الفوكس is on action, is to actually do it. والبرين training طبعا it goes without saying، بس لتعرفوا انه هيدا علم، والتريننج can be done للبرين. مثل ما فينا نعمل physical training، فينا كمان نعمل training للبرين. يعني انا بكون عم شغل بطريقة جدا مدروسة كيف اقدر فعل المناطق المختلفة تبع الدماغ اللي حتخلي الشخص يتواصل أحسن، يتعلم شيء جديد، يركز أكثر، الميموري الذاكرة تبعيته تكون منشطة أكثر and so on. في كتير كتير قصص، في games على الكمبيوتر، مجرد ما تعمل like I said Google search. أنا you know بيي كنت طبعا هو ما كان into computers ولا أي شيء من هالنوع، ولكن عمل جلطة دماغية بسيطة وكنت جيب له معي من لبنان، كان في مجلات تسالي وما تسالي وما بعرف هولي word cross puzzles بالعربي، لأنه كان اللغة العربية رجعت مثل الأسهل لإله. سو أنا بلشت جيب له إياهن هيك صدفات كبيرة، هو بلش شوي بالأول ما كان interested، بعدين شوي شوي صارت his hobby، عمل مجلدات وصار يطلع كلمات ويلاقي شو يعني هيدي الكلمات معناتها. واو and he really did amazingly well. okay so putting it all together كتير كتير مهم هيدا الدماغ اللي يضلوا فعال as we get older. بدنا نكون عم نشتغل بطريقة ونفكر بطريقة حتساعد دماغنا لحتى نقدر نتواصل، نكون عم نهتم بحالنا بطريقة فعالة أكثر. بس هو كله التريك is in the brain. وقلت لكم كل شيء هو سيرة الوصل، فمعناته بدنا نخلي كل البارتس اللي حكينا عنهم من الفيزيكال اكتيفيتي للسوشيال انتراكشن لكيف ناكل هيلثي، كل هول مهمين جدا جدا لحتى نقدر نعمل هيدا الشيء. وهيلثي ايجينج بروجرام طبعا هو مثل ما قلنا whatever works for you do it, but start, learn something new, take classes, go dancing, I don't know, go out, you know, احكوا مع حدا لكم زمان ما حكيتوا. Anyway, I think I'm gonna end with this. These two quotes which I love. ولك ما أحلى هيدا الرينبو. بس لحالتقلكن أنا هيدا هلا بس أطلع هاي الصورة ما تتصور قدي بتعطيني هيك feeling of being positive and feeling good about things. Honestly, so أنا بعتمد على هول قصص. You can, you should, and you are brave enough to start, and you will. Okay. هيدا ستيفن كينغ. A lot of you بيعرفوا ستيفن كينغ. Some people grumble that roses have thorns. I'm grateful that thorns have roses. So حسب أنا كيف فكر بالموضوع. Right? هيدي الوردة في كتار يمكن ما بدون يقطفوها. يفي عليها هو اللي بيشوكوني عليها شوك. لا بقطفها أو بشمها وبغض النظر عن الثورنز. نشكر الله إنه هولي ثورنز طلعوا لي هالوردة. Okay, minds are like flowers, they only open when the time is right. So for you guys, the time is now. You need to start, take care of your brains, لأنه that's the only brain you're gonna get. The good thing إنه فيكم تحسنوا فيه and so on. Okay, but oops, sorry, ما بعرف شو عملت هون. هول الريسورسز and
Thank you. Okay. I'm done. Sorry, can I took more time. It was a great, great presentation. Very resourceful. You shook us. فهلا كلنا محمسين نبلش brain fitness seriously. مثل ما قلتي يعني منا it's something that we have to do. لازم نقصد نعملها ولازم تصير بالتركي يعني نقصدها ننتبه إنه دائما عم نعمل عم نهتم بكل هالنواحي تنحافظ على دماغنا. Thank you so much, Dr. Fatima. رح ننقل سوا على الرومز. فهلأ رح نوقف نحن الراوند تيبل. We will stop the recording. We will stop the recording. مشينا الرومز. فبليز on the menu in front of you رح تقشعوا إنه صار في عنا روم. أنا رح فرجيكم بس السكرين تبعي. رح تقشعوا إنه صار عنا روم اسمه هلأ جديدة اسمه How to maintain brain health. So صار فيكم تفوتوا عليها. هيدي الروم نحنا كلنا راح نفوت عليها ونقدر نسألك دكتور فاطمة أسئلة, نتواصل معك, نخلي الناس تسأل أسئلة كمان through camera, through microphone إذا بدون, أو حتى anonymously أو through chat. Please تقلوا معنا على الروم. كمان قبل ما تنقلوا راح تنسألوا a small survey. فبليز ميك شور يو فيل ذا سيرفي بس تنتاكد انه السيشن كانت منيحه, اذا كان في يعني وصلت المعلومات مثل ما نحن يعني we were aiming انه توصل, واذا في مواضيع بتهمكم كمان بهمنا نعرف عنها. سو فيل ذا سيرفي, نحن ناطرينكم بالروم. يلا talk to you okay. soon. Let's see. Okay, دكتور, نحن نقول انا وياكي to the room. Yeah, okay. Thank you. Sure.